أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار، ونستهلها بأبرز العناوين. مفتي الديار الليبية ينتقد صمت المسؤولين عما يحدث في سجون طرابلس، يعتبر أزمات البلاد مفتعلة. مجلس النواب والدولة يتفقان على الجدول الزمني لتنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية. إعادة فتح طريق الشط بالعاصمة طرابلس بعد الشبكات المسلحة ليلة الثلاثاء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال مفتي البلاد الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني أن سجون الكتائب في طرابلس تعج بتعذيب المسجونين، والحكومة والمجتمع الدولي يغضون الطرف. وكذلك لو تأتي إلى يعني القطاع الأمني والمحاولات التي تفعل، ذكرنا في حلقات كثيرة ماضية أن سبب الأزمات وسبب المشاكل وسبب التطاحن، ما يمر أسبوع إلا ونسمع أن جهات تريد أن تتقاتل من الناس اللي عندهم السلاح الكتائب. ما السبب في هذا؟ ونحن نرى ونسمع الآن أن السجون السرية الموجودة في طرابلس فيها أعداد ألاف مؤلفة من الناس يعذبون عذاب الهدن زي ما يقول الناس، يعذبون عذابا شديدا، وما فيه وسيلة من التعذيب إلا وتعمل معهم، والناس والمسؤولون يغضون النظر ويغضون البصر وساكتون عنهم، وكذلك المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمسؤول عن الأمم المتحدة في بلاده. لو يقوم بهذا الأمر من التعذيب ومن هذه السجون اللي هي خارج القانون ويحصل فيها القتل والظلم وهذا التقاتل والاعتداء على المستشفيات زي ما نسمع في هذه الأيام، وعلى المصارف وعلى المسؤولين، لو يحصل هذا من الناس الوطنيين المنسوبين للثورة أو المنسوبين للمؤتمر الوطني، لقلبوا الدنيا عليه، وربما قاتلوه ليس بالمدافع بل قاتلوه بالصواعق المرسلة وحتى بالقنابل الذرية. وأشار فضيلته إلى أن كل عاقل يرى أن وزارة التعليم قد خالفت القانون بإيقاف التسجيل في التعليم الديني. لو ذهبت إلى وزارة التعليم الآن اللي اتخذت قرار تعسف في تعنتي وتقول أنه قانوني ومنعت الطلاب المعاهد الدينية من التسجيل، بأي حق هذا؟ وهم مخالفون للقانون، عند كل عاقل هم مخالفون للقانون. يعني هل يحتاج إلى أن تتعلم دينك، تحتاج إلى أن تختلق يعني معاذير وقانون موجود ولا مش موجود والقانون الموجود تبطله وتقول هذا لا يسوي شيء وتخترع أشياء أخرى؟ هذا أيضا من باب يعني الغش للناس والغش للمسؤولين، الغش من المسؤولين وعدم النصح. ونوه فضيلة المفتي إلى أن ما نراه الآن ليس أزمة في السيولة فقط، بل أزمات مفتعلة في كل شيء، وليس هناك نية للإصلاح. فأنصح المسؤولين أنهم يعني يغيروا هذه السيرة، هذه السيرة السيئة. ما نراه الآن ليس هو فقط أزمة في سيولة ولا كذا، أزمة في أينما اتجهت في بلادنا، وأزمات مفتعلة. أموال والحمد لله كثيرة، والنفط يباع يعني أموال كثيرة، ولكن ليس هناك نية متجهة إلى الإصلاح وإلى النصح. ومن يتولى مكانا ومرفق من المرافق يسعى فيه بالفساد ويفعل فيه كل المصائب التي تعود على الناس بالجور وبالظلم واستلاب حقوقهم. اتفق مجلسي النواب المنحل والأعلى للدولة على الجدول الزمني لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتوحيد السلطة التنفيذية. وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أنه سيتم تشكيل لجنة تضم مقرري مجلس النواب والدولة وممثلا عن البعثة الأممية، مضيفا بأن اللجنة ستتولى الإشراف على عملية تشكيل السلطة التنفيذية كاملة. وأشار بن شرادة إلى أن فترة تقديم التزكيات ستكون في مدة لا تتجاوز أسبوعا ابتداء من يوم الأحد 18 نوفمبر الجاري، مضيفا بأن سيتم الاتفاق على الأسماء في فترة زمنية لا تتجاوز 6 ديسمبر المقبل.
أكد المجلس الأعلى للدولة أنه سيتعاطى بإيجابية مع مؤتمر باليرمو المقرر عقده في 12 و13 من نوفمبر الجاري جنوبية إيطاليا بهدف حلحلة الأزمة الليبية. المجلس الأعلى للدولة أشار في بيان صحفي الثلاثاء إلى أن رئيس المجلس خالد النشري بحث خلال لقائه بالسفير الهندي لدى ليبيا لارس تومرز بمقر المجلس في العاصمة طرابلس المجهودات الهولندية الإيجابية في الملف الليبي ومساهمتها في تنسيق لأول لقاء عقد بين مجلسي الدولة والنواب وتقريب وجهات النظر بين هما. مضيفا أن المجلس سيقوم بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه في مؤتمر باليرمو وسيتعاطى بإيجابية كما كان في مؤتمر باريس. قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنجي أن البيان الصادر من أعضاء مجلسه عن إقليمي برقة بشأن إعادة تشكيل أو هيكلة السلطة التنفيذية واختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد مخالفا لما اتفق عليه بين مجلسي النواب والدولة معتبرا أنه خرق للاتفاق السياسي. وأكد لنجي في تصريح صحفي أن الاتفاق حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية هو اتفاق بين مجلسين وليس بين مجموعة من أعضاء مجلس الدولة مع آخرين، موضحا أن البيان سيعرقل إتمام الاتفاق بين المجلسين بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتشكيل المجلس الرئاسي الجديد. بعد اتفاق لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الجديد تسارعت خطوات المجلسين للضفر بقصب الصبق حيال هذا التعديل، فمجلس النواب يطالب بدعم الاتفاق مع مجلس الدولة والأخير يدعو من يجد في نفسه القدرة من أبناء برقة لتقديم ترشيحاتهم في ظل انتقادات واسعة ولاذعة لهذا الاتفاق الذي سيطول أعمار تلك الأجسام. التقرير التالي نتابعه. قبل أسبوع واحد من انعقاد مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا تتسارع الخطى نحو إنقاذ ما تبقى من اتفاق الصخيرات، فبعد اتفاق لجنتي الحوار بمجلسي النواب والدولة على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين بعد جولات من الحوار استغرقت أكثر من عام، يعود 98 نائبا اليوم للتأكيد على دعمهم لهذه الخطوة داعين المبعوث الأممي غسان سلامة لدعمها في المحافل الدولية. أعضاء مجلس الدولة عن برقة أعلنوا بدورهم عن فتح المجال أمام كل من يجد في نفسه الرغبة والقدرة والكفاءة من أبناء برقة للترشح للمنصب الجديد، مؤكدين أنهم بصدد إعداد آلية الترشح لعضوية المجلس الرئاسي من خلال المجمع الانتخابي الذي سيجري توضيحه في بيان لاحق. وعلى غرار ذلك رأى عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنجي أن البيان الصادر عن أعضاء برقة بالمجلس بشأن اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد جاء مخالفا لما اتفق عليه بين مجلسي النواب والدولة، معتبرا إياه بمثابة خرق للاتفاق، خرق يراه الكثيرون بداية لسقوط الاتفاق الهش بين لجان الحوار التي لم تتخذ حتى الآن آلية لاختيار ممثل الرئاسي الجديد الذي يبدو أن المنافسة حول تقلد أحد مناصبه ستكون محتدمة. إذن هي محاولة يبدو أنها ستكون الأخيرة لإنقاذ المجلسين وإدخال بنود الاتفاق الذي أحياهما غرف الإنعاش بعد أن عرقل تنفيذه بقصد أو غير قصد لأكثر من عامين لإطالة أعمار الأجسام السياسية المترهلة وإبقائها حية في المشهد. هذا إنعاشت أصلاً. دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لعقد اجتماع في مقر الحكومة بقصر كيجي مساء الأربعاء على ضوء المؤتمر المقرر عقده في 12 و13 من نوفمبر الجاري في باليرمو لأجل ليبيا. مصادر إعلامية إيطالية أشارت إلى أن كونتي يعد الاجتماع الموسع سيشهد حضور المعنيين بالمؤتمر من وزارة الخارجية ونائبي رئيس الوزراء. قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا أن استقرار ليبيا يمثل أولوية بالنسبة لأمن البحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك في كلمة لترينتا بمطار تشامبيون العسكري في روما الاثنين ضمن مراسم تسلم الجنرال إنزو لمنصب رئاسة هيئة الأركان العامة قبل أسبوع من انطلاق مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي سيعقد يومي 12 و13 من الشهر الجاري، كل ذلك بحسب وكالة آك الإيطالية. وأشارت الوزيرة الإيطالية إلى أن أزمة الهجرة في البحر المتوسط تطرح تساؤلات مهمة بشأن الأمن والتماسك الأوروبي وفق قولها.
رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يقضي بالتزام المجتمع الدولي بحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا مع حماية سيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية. السفارة على حسابها الرسمية التي أكدت دعمها لقرار منع تصدير النفط بطرق غير مشروعة وتمديد تجميد الأصول على المؤسسات التي تقوض الأمن بليبيا، بالإضافة إلى قرار إدراج من يمارسون العنف في قائمة العقوبات. يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر الثلاثاء قرارا حول ليبيا يطالب باستعجال الحكومة المقترحة لفرض الرقابة أو لغرض الرقابة على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، مبديا استعداده لإعادة النظر في أحكام حظر توريد الأسلحة. هذا وقد أكد قرار مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أن للحكومة المقترحة الحق في التقدم بطلبات توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها وما يتصل بها من عتاد لتستخدمها قواتها من أجل محاربة ما يسمى تنظيم الدولة. المجلس وفق ما نشر على موقعه الرسمي دعا لجنة العقوبات إلى أن تنظر إلى وجه السرعة في هذه الطلبات، مؤكدا استعداده للنظر في استعراض أحكام حظر توريد الأسلحة عند الاقتضاء. اندلع عند منتصف ليل الثلاثاء شبكات بالأسلحة المتوسطة بين كثيبة ثوار طرابلس وقوة الرعد الخاصة في محيط مطار وقاعدة معيتيقة، وتسببت للشبكات في إغلاق طريق الشط بالعاصمة طرابلس قبل أن يعادوا فتحه صباح اليوم الأربعاء. وقال مصدر أمني أن المناوشات جاءت على خلفية اعتقال قوة الرعد الخاصة لأحد القياديين بكثيبة ثوار طرابلس، فيما نفى مصدر من الكتيبة أنباء الاعتقال مشيرا إلى أن ما حدث مجرد سوء تفاهم بين الكتيبتين وفق قوله. استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية والعاملين بها، محذرة منفذي تلك الاعتداءات بتقديمهم إلى العدالة لارتكابهم جرائم ترقى لجرائم حرب. وقالت البعثة في بيان لها على خلفية الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة على مستشفى الجلال للنساء والولادة في طرابلس أن هذه الاعتداءات من قبل المجموعات المسلحة تمضي دون عقاب. كما دانت البعثة الأممية الاعتداءات المتكررة على مصرف الأمن فرع السياحية بطرابلس من قبل عصابة يقودها عز الدين ومحمد ضو وعبد الكريم الرماح وفق قولها، مشيرة إلى أن الابتزاز المالي مقابل خدمات مصرفية يعد أمرا لا أخلاقيا وفق تعبيرها. هذا وزار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلام اليوم الثلاثاء مستشفى الجلال للنساء والولادة في طرابلس بعد أعلان الأطباء في المستشفى تعليق العمل فيه إلى أجل غير مسمى بعد تعرض أحد الاستشاريين في المستشفى لإطلاق النار بحسب المكتب العالمي بالمستشفى. وكانت الأمم المتحدة قد أدانت الهجوم الذي شن على مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس وأدانت تهديد سلامة وأمن الطاقم الطبي في المستشفى. دان اتحاد الصحفيين والإعلاميين بمصرات اعتداء حراس رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج على بعض الصحفيين والمصورين أثناء تغطيتهم الإعلامية لزيارة السراج إلى مدينة مصراتة. وأهاب الاتحاد في بيان له الثلاثاء الأجهزة الأمنية بدون استثناء إلى ضرورة تقدير واحترام الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم على الوجه الأكمل، مؤكدا أنهم سيلتجؤون إلى الجهات المختصة لاستيفاء الحقوق بما فيها التعويض المادي في حال تكرار مثل هذه الاعتداءات وفق قولهم. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. في ترهونة تواصل فعاليات معرض الكتاب بمدرسة فاطمة الزهراء للبنات.
مرحبا بكم من جديد. استنكر مستخدمو إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الأحساء ونسهل شفارة بجهاز النهر الصناعي الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها حقول الأبار، مشيرين في بيان لهم أن تكرار مثل هذه الاعتداءات وأعمال السلب والنهب وتخريب معدات الأبار قد تؤدي إلى انهيار المشروع بالكامل، مؤكدين أن الوضع الفني بمنظومة النهر أصبح كارثيا بعد تخريب 88 بئرا، وهو ما أدى إلى فقدان 350 ألف مترا مكعبا يوميا، حيث تم تخريب عدد 88 بئر بما يعني فقدان 350 ألف متر مكعب يوميا، واعتداءات السرقة والتخريب في تصاعد مخيف. وهنا ننوه أنه في اليومين الماضيين فقد تم تخريب وتدمير عدد 12 بئر، وتخريب الآبار وسرقتها صاحبه الاعتداء على محطات الطاقة الفرعية. وندد العاملون بالمشروع في بيانهم بأعمال التهديد بالسراح والخطف لمستخدمي إدارة المنطقة الجنوبية، داعين الجهات المسؤولة لتأمين هذا المرفق الحيوي وحمايته. وأضاف البيان أن ليسوا مسؤولين في حال تكرار الاعتداء عن قطاع المياه على المنطقة الغربية بالكامل. في حالة بلاغ للنائب العام للتحقيق في هذه الأعمال الإجرامية وإحالة كل من يثبت تورطه أو تقاعسه على القيام بواجباته إلى القضاء لينال جزاءه العادل. 3. إحالة مذكرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا للقيام بمسؤولياته تجاه أحد المشاريع الاستراتيجية في ليبيا وما يتعرض له من تخريب وتهديد ليبيا بالعطش، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة. أكد مصدر طبي استقبال مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببني غازي 4 قتلى وأكثر من 200 مصابا جراء المشاجرات المسلحة بأحياء متفرقة بالمدينة خلال شهر أكتوبر. وأضاف المصدر أن غالبية مصابي المشاجرات من الشباب وأن أغلبها جاءت بواسطة العيار النارية، مشيرا إلى أن إصاباتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة. وكان مستشفى الجلال للجراحة والحوادث بني غازي قد استقبل نحو 4000 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح خلال العام 2017. قامت لجنة تابعة للمركز الوطني لضمان الجودة بجولة تفقدية للمعهد العالي للعلوم الطبية بترهونة. وطلعت اللجنة خلال الزيارة على مدى جاهزيته وخضوعه للمواصفات والمعايير الواردة في المركز. وأوضح أحد خبراء مركز الجودة حامد سعد أن اللجنة قامت بعملية المطابقة بين ما تم تقديمه من أوراق رسمية إلى المركز وما هو موجود على أرض الواقع. المرافق الأخرى المختلفة من مكاتب وحمامات وكل ما إلى حد الآن، نحن طبعا لا نستطيع أن نقول لك القرار النهائي أو القرار، لكن في إطار سعي نشر ثقافة القراءة والاطلاع بين طلبة التعليم الأساسي تواصلت فعاليات معرض مدرسة فاطمة الزهراء للبنات بترهونة للكتاب في نسخته الثالثة. للمزيد نتابع. بالعلم تبنى الأجيال وبالقراءة والاستفادة تضاء العقول، مشاهد لطالبات أثرنا بالقراءة طريقا وسلكنا مناهج المعرفة للمساهمة في نشر ثقافة الاطلاع، منطلقهن من وصف الكتاب بأنه خير جليس في هذا الزمان. مدرسة فاطمة الزهراء للبنات بترهونة تطلق للسنة الثالثة على التوالي معرضا للكتاب، والذي يضم في جنباته العديد من الكتب القيمة، وذلك بالتعاون مع عدد من المكتبات داخل بلدية ترهونة وبإشراف قسم النشاط المدرسي بمراقبة التعليم بالبلدية. الحدث هو معرض الكتاب يقيم بالتعاون مع مكتبة علاء الدين. الغاية والهدف من هذا المعرض هو نشر الثقافة وتعويد الطالبات على القراءة وعلى التصفح، لما للقراءة والتصفح من أهمية في صقل العقل وتنمية المدارك وتوسيعها، بحيث أن احنا نستهدف في هذه المرحلة طلاب المؤسسات التعليمية في التعليم المتوسط. ويهدف المعرض بحسب القائمين عليه نشر مفهوم ثقافة الكتاب والقراءة بين طلبة الأساس وتهيئة المناخ أمامهم للاستفادة من العديد من الكتب المتنوعة التي يقدمها المعرض طيلة أيامه، والحث على جعله منهاجا للحياة وتنمية القدرات وتوسيع دائرة الفكر.
يحتوي على مجموعة كبيرة من العناوين، كتب للأطفال، كتب للثقافة وللأدب وللتاريخ، كتب للجانب الاجتماعي والجانب الديني والجانب التثقيفي. دائما نعرف أن أهمية مثل هذه الحدث أو هذه الأحداث أو هذه المعارض، ودائما إن شاء الله نسعى من خلال مكتب النشاط المدرسي بشؤون التعليم ومكتب الخدمات التعليمية بترونة إلى أن نصل إلى أكبر عدد من المؤسسات التعليمية. أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. كلمات أبدع فيها المتنبي في زمان آخر، تبرهن على أهمية الكتاب، فهل ندركها في زماننا هذا؟ أرسلت منظمة الصحة العالمية الأربعاء فريقا طبيا للطوارئ إلى مدينة تورغادي مواجهة انتشار مرض اللاشمانيا في المدينة. المنظمة على صفحتها الرسمية أوضحت أن الفريق ضم أطباء في الجلدية والأطفال والتوليد والباطنية، مضيفا أنه يجري تأهيل فريق أطباء لمعالجة نحو 200 حالة مصابة بالمرض. وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في أبريل الماضي أنه أطلق حملة لمكافحة مرض اللاشمانيا المنتشر في بعض المدن بالمنطقة الغربية، حيث سجلت في مدينة زليط وحدها 51 إصابة بهذا المرض. ختام النشرة وتذكير بالعناوين. مفتي الديار الليبية ينتقد صمت المسؤولين عما يحدث في سجون طرابلس ويعتبر أزمات البلاد مفتعلة. مجلس النواب والدولة يتفقان على جدول الزمني لتنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية. إعادة فتح طريق الشط بالعاصمة طرابلس بعد الشبكات المسلحة ليلة الثلاثاء. كما تابعتم أيضا في ترهونة تواصل فعاليات معرض الكتاب بمدرسة فاطمة الزهراء للبنات. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.